إكرام الميت دفنه. تتعرفوا القصة ديال مريم اللي توفات قبل أيام بسيارة ديال الأجرة صغيرة، وكثرت الأقوال وكل واحد شنو كيقول وكل واحد كيلغي بالغاء وكل واحد باش نعتها. حنا اليوم ما كنتكلموش على شكون هي مريم ولا شنو كانت كدير مريم، ولا مريم هي واحد الشابة مغربية في ظروفها القاهرة وقلت الشيء هي اللي خلاتها انها ما نعرفوش شكون هي. اليوم حنا امام واحد المشكل اللي هو عويص، هو المشكل ديال ان مريم اولا مازال ما دفناتش، وثانيا ان مريم خلات واحد الوليد عنده 10 سنوات، جوج وليدات، خلات جوج الوليدات. يعني حنا اليوم بغض النظر شكون اللي غادي يتبنى هاد الوليدات ولا انا، بعدا كي لقيت واحد التفاعل من عند الساكنه ديال المنطقه فين كانت ساكنه مريم وفي الدار اللي ساكنه فيها مريم، دوك الناس عندهم واحد الحب وواحد الحماس، انا اللي غنربي الولاد، انا اللي غندير، الله يجازيهم بخير، مشكورين مشكورين جدا جدا جدا. لان فاش انا قلت لهم، جيت وقلت لهم واش نشوفوا لهم شي ملجا ديال حمايه الطفوله، كلهم ما عجبهمش الحال، قال لك لا فاطمه الزهراء، حنا دوك الولاد ما نتخلاوش عليهم، ولكن راه خصنا نقلبوا على الهويه ديالهم، شكون هما دوك، واش عندهم عمام، واش عندهم خوال، واش عندهم جدود، واش عندهم جده، واش عندهم، الله يخلف على هاد البنات. حنا تنعرفوا البنات ديال درب السلطان بداك الكرم اللي فيهم، بقلت الحيله ديالهم بقلت الشيء، ولكن راه لقات لولدها 10 دراهم غتقسمها مع هاد الوليد. ولكن خصنا نعرفوا شكون هي مريم، مريم المرقبه بالصحراويه، وريناكم الصوره، الله يجازيكم بخير، شي واحد من الاقارب ديالها. مريم راه ماشي مقطوعه من شجره نبتات، مريم راه عندها عائله، عندها ام، عندها اب، عندها عمام، عندها خوال، عندها، ولو تكون من ام عزيبه ضروري مهارة عندها عائله. اللي شافت الصوره واللي تعرف على مريم اللي جات مدينه الدار البيضاء وجات لدرب السلطان وهي صغيره، الله يجازيكم بخير، خصنا ندفنوها. حنا تنعرفوا ان الاجراءات غادي نديرهم السيد الوكيل العام جلاله الملك، هو اللي غيعطي تصريح بالدفن، لان ما يمكنش ان يخلي الجثه ديال مريم في الفريغو. تنعرفوا ان البوليس مشكورين، تيديروا واحد التقنيات انهم كيجيو كيبصموا هذاك الميت، وبطبيعه الحال من خلال البصمات غادي يطلع التاريخ كله ديال مريم. ولكن مريم الى صيبت لاكارت ناسيونال اول وحده هنا في الدار البيضاء غيكون شويه ديال الاشكال. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو كتعرف على مريم؟ وهي جارتي بصراحه، الله يرحمها ويوسع عليها، وساكنه مع الاخت ديالي، ما تعملش عليها شي حاجه، قلبها طيب الله يرحمها. شحال من عام انت تتعرف مريم؟ انا اكبر منها ربما، انا راه عندي في الخمسينات، راه تنعرف جات الدار البيضاء صغيره تقريبا. شحال من عام باش جات؟ تقريبا راه واحد 20 سنه وما يزيد، راه غاده تبارك الله. شحال عندها هي تقريبا دابا؟ هي دابا داخل خمس، جات 36، جات صغيره، كبرت في البلديه، كبرت 15، جات عندها 15 او 16 سنه، يعني البنيه جات يعني قاصر، جات قاصر، جات هنايا قسم لها الله القدر، ولدات جوج وليدات، ما الحكم ديال الظروف. ولكن دوك الوليدات ولداتهم يعني بام عزيبه، ام عزيبه، لو كان الزوج راه هو حتى هو عنده الحق انه يدفنها. دابا السؤال المطروح هو ان مريم 20 سنه وهي هنا، وحتى واحد ما كيعرف القصه الحقيقيه ديالها ديال. علاش؟ لان كنعرفوا هذا النوع مساكن ديال الشابات اللي كيجيو هربانين من شي حاجه، من شي عائله، من شي ظروف، كتبقى سرها كاتمه في قلبها، وربما كل واحد راه عاطيه روايه. الا جينا نسولوا البنات راه كل وحده عندها قصه. اجي اجي عندنا الحبيبه ديالي. هاد السيده هذه كما قلتي عندها قصه، عندها ظروف عائليه، جات صغيره للدار البيضاء، والدها يقدروا يكونوا عايشين، يقدروا يكون عندها خوت، اما ماشي الاولى ولا الثانيه ولا الاولى ولا الاخرى اللي جات للدار البيضاء، راه تقريبا اللي جينا نحقوا في هذا المجتمع الناس، راه الف وحده جايه من اكادير، جايه من طنجه، جايه من الشمال، كارين هنا عزبات، كارين هنايا رواسيات، والدات وكارين مع وليداتهم، تخيل عندهم ظروف، وقعوا في حمل، وقعوا في كرهات. شكون اللي كرهات؟ شكون اللي كرهات؟ انها تبرك مع والديها ومع عائلتها ويكون عندها حضن ويكون عندها. شكون اللي كرهات تبرك مع والديها مع خوتها؟ حنا عندنا خواتاتنا، حنا راه عندنا عائلات، عندنا بنادم القدر هذا. غير الانسان دابا الاكرام مين هو دفن؟ هذه البنت فعلا ما عندها حتى ورقه، مجهوله. واخا لاكارت ناسيونال ديالها فين هي؟ لاكارت ناسيونال واش لقاو عندها شي كارت ناسيونال؟ واش ما لقاو والو؟ لا ما عندها حتى حاجه. هاد السيده ما عندها حتى ورقه، عقد زيد ما عندهاش. اذا يصعب، سيصعب علينا ان حتى البوليس الا جاوا بالصموها، الا ما كانش البنت مصيبه مسكينه لاكارت ناسيونال، راه من الصعب. ولهذا هذا هو الدور ديالنا وديالكم. علاش هاد السيده اصلا ما عندهاش شهاده الميلاد؟ يعني مسكينه جات صغيره، ما تقول لكم منين جات؟ هي تتقول لك هي مريم القبه الصحراويه، هي جات، هي تتقول لك الرشيديه، المهم الجنوب، منطقه الجنوب، هي جات صغيره هنا. تقول تقول منطقه الجنوب، جات صغيره ملقبه مريم الصحراويه. شفت هذيك مريم واش سميتها الحقيقيه ولا لا؟ هي معروفه 30 عام هذه معروفه بمريم الدار البيضاء. شوفي عملت الفيدا درب السلطان معروفه مريم الصحراويه.
درب كلوطي البلديه بوشنجو في قيصاريه، اي منطقه في عمليه الافيده تتعرفها مريم الصحراويه. وليداتها شحال عندهم؟ عندها جوج وليدات، الصغير امين واحد في سانكيام، الصغير امين هادو جويجه، والاكرام الميت هو دفنو. دار له الوراق. دونك عطيها لشي ناس لشي عائله مصايبي الحمد لله. هذاك الاول شوفي الوليد الاول تيقرا ومربي متشبين واحد الناس داروا له الوريقات ديالو تيقرا. دابا حنا الوليدات غير باش نعرفوا راهم الحمد لله مطمنين عليهم، راه كيف ما قلت لكم داك النهار كاين ولد راه عند شي عائله، وهذا الولد دابا حاليا بعدا كاينه راه عند واحد السيده اللي كان ساكنه معها نيت مريم. حنا الهدف ديالنا هو نقلبوا على العائله ديال مريم، والهدف ديالنا بغض النظر واش مريم عندها العائله ولا ما عندهاش، اننا ندفنوها اكرام الميت يدفنوه. ما تيهمناش الدراري الدري قدوا به دوك العائله راه معاهم، ما قدوش فيه راه غيعاودوا يتصلوا بينا باش اننا نقلبوا ليه على الشعل. ها الحبيبه ديالك. عمرها ما سمعتهاش. اجي 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 ديري ديري واجي معليش اجي. سلام السلام عليكم. شحال انت كتعرفي مريم؟ كنعرف مريم، كنت باقا صغيره، مريم جات هنا باقا صغيره، كبرت معانا، اختنا، هي عائلتنا، حنايا هما عائلتنا، عائلتنا. واش عمر شي واحد جا قلب عليها؟ عمر قالت لكم جا عند شي واحد سول عليها ولا هي حتى هي جبدت لنا العائله ديالها نهائيا. الاول كانت كتهضر مع خالتها وليني باش خالتها واختها. حنا كنتمناو عائلتها، دابا راه التصويره ديالها راه كنحتاج اختي فاطمه الزهراء كنيتها ما كاينش والو ما كنعرفوش. حنا كنتمناو دابا عائلتها يشوفوها يقدروا يتعرفوا عليها ويشوفوها. ما نقولوش مريم راه تقدر غير هي ذات السميه، ما كرهناهمش هما يدفنوا وما تدفنش اكس بنيكس. هذه هي اللي ما بغيناش، لديك الدريه مريم ختنا وصاحبتنا وتكوينه بزاف من جهتها، تكوينه وربي اللي عالم حوله وكبرات معانا، وهما الناس كاملين كيعرفوها، كلشي كيعرفها من النهار اللي جات حتى مسكينه توفات لدابا فم بلا عار. ما كاينش شي حد اللي يقول لك راه عمرها قالت النهار اللي غتموت فيه مسكينه شرات لولد اختي انا، شرات ليه كورني فريش ودورت مع الوليدات الصغار كاملين دورت معاهم قسما بالله اختي فاطمه الزهر دورت معاهم مسكينه كاملين. وحنينه ديما كتشري البناسي كنجي هنايا الله يرحمها والله يوسع عليها دقه القبر الله يثبتها. حاجه اللي بغينا فاطمه الزهر اختي بغيناها تدفن اكرام الميت دفنوه، ما بغيناهاش تبقى مسكينه. هاي دابا العائله ديالها ما كايناش، غادي تبقى هي تما ما كاينينش، ها هما عائلتها الدرب كله درب السلطان كله عائلتها. حنا ما كرهناش حنا اي حاجه قال لنا السيد وكيل الملك، حنا متكلفوا بديك الدريه، حنا مسؤولين وقادين بهذه المسؤوليه ديال الدفن ديالها، بغيناها تدفن هي ختنا. طب علاش كيديروا بحال ما كتسمعني نقول لك؟ دابا السيد الوكيل العام طبيعه الحال هو اللي عنده الصلاحيات انه يخول مريم باش تدفن، غير هي تخوفا يقدر غدا بعدا دفنوها اليوم غدا يجي واحد خويا ولا اختها. على حق شكون اللي قال لكم دفنوا؟ وحنا كنشكوا حنا كاع نديروا حنا هادي ونديروا هادي وندير. اللهم السيد الوكيل العام بطبيعه الحال تيشوفوا الاجراءات القانونيه كما قلت لكم بصمات. انتم ما قلتوش السيده عمرها ما دارت لك، عمرها ما دارت لك. لا ما عمرها ما دارت، هذا هو المشكل. انت قريبه منها؟ انا كنت قريبه منها بزاف. كنت كتقول لي بزاف بزاف بزاف. ما كتعاود لك؟ ما كعمرها عاودت لنا شي حاجه على العائله. كتسولها كتقول شكون؟ ما كتجبدهمش ما كتجبدهمش. شوفي انا واحد النهار سولتها، كنت انا واحد البنت صاحبتي بلا ما نذكروا الاسماء راه هي عارفه، سولناها على العائله ديالها واقسم بالله فاطمه الزهراء انفجرات 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 وكتبكي. حبسنا وحبسنا ما بقيناش مازال قدينا مازال. هذه طاريه لها شي حاجه خايبه ما عند حنا كنطلبوا من العائله ديالها الا كانت كتشوفها. سمحي لي الا كانت كتشوفها العائله ديالها. حنا دابا وجهنا نداءات بزاف، كنتمناو يشوفوها ويجيو ويخرجوا بنتهم، خالتها، خالها، عمها، اي واحد قريب ليها. حنا ضد، ما بغيناش بنت خالتها واخا عام. حنا بغينا اللي كان يعترف، كنقولوا ريحه الشحمه في الشاقه، اللي كان بغينا يعترف باش ما ندفنوهاش اكس بنيكس. حنا ما كرهناش ندفنوها فاطمه الزهراء اختي، وما لقيناش لها الجهد، ما بغينا نديروا لها عشاها. كلشي متضامن معها الدريه مريم، كلشي متضامن معها الدريه مريم، ولكن ما لقيناش ليها الجهد. لا حنا شوفي حنا درب السلطان راه معروف، وحنايا كنطيحوا على بعضياتنا، ما كنفوتوش بعضياتنا، وحنا ما غنفوتوش ان شاء الله مريم حتى ندفنوها في القبر ديالها. شفتها اخر مره؟ اخر مره اختي شفتها قبل ما تموت. انا شفتها شي سيمانه، انا ما نكذبش، انا شي سيمانه كنهبط من داري كنجي كنتلاقى معها بحال هكا مره مره. واش كانت كتعاني من شي مرض؟ ما كانت كتعاني من حتى شي مرض، ما عندها حتى مرض. وكنقول لدوك الناس اللي كيقولوا مبليه وكدير البوفه، الله ياخذ فيهم الحق. سمحي لي الله ياخذ فيهم الحق. الدريه في دار الحق وحنا في دار الباطل،
وتيقولوا عليها بانها ماتت بالبوفه. شوف هي ماتت اليوم غدا نموت انا بعدا تموت انت كنا غادي نموتوا. بنادم يقول كلمه زوينه حق خوه وهي راه ميتة. الناس اللي كيقولوا البوفه وتيقولوا بنت الليل وفعلوا وتال واش كتعرفوا؟ غير سمعيني الله يجازيك بخير سمحيني سمحيني ليا واش كتعرفوها؟ واش لا واش كيعرفوها؟ حكا حيت خارجه في الليل في طاكسي ماتت في طاكسي ما ماتتش في طاكسي ماتت في قدام الباب ديال الصدر داهمو الطاكسي داهمو الطاكسي شدها كريز هي شدها كريز الدري ولد عيطوا لومبيلونس تعطلات ما جاتش شاف الدري ولد قالت لي شد لي طاكسي هي باش مشات ركبات في من هنا من هنا يا من شارع الفيضة الروداني فحدا الخدمة انا كنصحابها باش هنا تسمى مسكينة فين بنتها هذه البنت كارية على حالها ما حتى واحد ما يقول عليها شي كلمة خايبة الله يخليكم الله ياخذ الحق الله ياخذ فيهم الحق هذه البنت بنت عائلة راه جلست مع بنتي صافا عايشة معانا في الدار ما كتحيدش من الدار وبدراعة وبنتي انا بغيت ندير لها الوراق وبغيت نعطي الاسم ديالي وبغيت نعطي كليتي مشينا للكوميسار النفسي الى عيشه ومشينا للمحكمه نصبوا لها الوراق وما كملش معانا ولا الساتيه ما كملوش معانا ما جابوش الوراق في الوقت ديالها البصمات الاخرى هي البصمات ما جابوش في الوقت باغا تبنيها باغا نتبناها غنعطيها الاسم ديالي والكليه ديالي ما في الحياه وهادي عامين وحنا كنتحركوا على هاد الوراق وساعات الكوميساريه ما داوش الوراق في الوقت ديالها والوراق تبدلوا في عشت معانا عشت مسكينه مجهوله مجهوله ما كنقولها سميتك تقول لك سميتي مريم الصحراويه ديال الصحراويين والله العظيم ملي كتقول على عائلتها شكون كتقول؟ تقول لك ما نقول حتى حاجه ما كتبغيش تقول لك انتوما عائلتي بدلوا بالبلديه ما كان محيطش 20 عام 22 عام حنا هزينا في الساحه وكتجي لهنايا تسكن هنا في البلديه وكانت واحد المحل هنا حدا القواس حدا القواس باقي بيتها باقي فراشها باقي حوايجها ضربات سمارة على راسها ضربات سمارة بدها ما نكذبش عليك دابا شنو بغيتوا الحاج؟ بغينا باش ندفنوها انت دابا كتعتبر راسك ميمتها انا ميمتها وكثر من ميمتها حيت انا عرفها بدراعها وفم الساكت وبغيناها باش تدفن هاد السيده الله يرحمها ويوسع عليها انا جريت معها باش نطلع على الوراق على داري ياك باش نطلع كنجري انا كنخلص الطاكسي كنخلص المركوب قلت لها بغيت الوراق نديرو كلاكارت باش تعرفي بلا تيبي الثمن القائد ديال هذه المقاطعه قال لها انت بنتي انا ندير لك الوراق ندير لك الراميد ندير لك كلشي بقات مرخيه تترخاو مني مشاو تحيدو ماشي تخدامو مشاو للارشيف هبط الارشيف جبتهم ملي جبتهم قال لك خصك تعاودي من الاول ما عاوداتهمش بقات هكا مسكينه شنو كانت كتخدم هي شنو كانت كتخدم؟ كتخدم داك الشيء سميتو سربايه مي ما تبقاو كتدخل مع الوحده ديال الليل ما تبقاش قهوي في غيسبور المهم السيده كتدمر 400 درهم و 300 درهم عارفه يتيمه وداك الشيء ولكن الدراع ما خلاتش الخدمات على ذاك الولد قالوا 100 درهم النهار كتخسر عليه منظم وما يخسرش على ولده 100 درهم هذاك عامين كتخسر عليه 100 درهم وقلت لها الدري فين هو؟ اختي الله يرحمنا كل واحد شنو كيقول كل واحد شنو كيقول الا كان زعما الاب ديالو الا كان يجي حتى هو راه عنده الحق الا كانوا دايرين تبوس الزوجيه ولا كان حنا دابا كنقلبوا على المعقول ما تنقلبوش على اختي فاطمه الزهراء بس سيدي جيب فنها صح اختي فاطمه الزهراء كلامك على حق حنا تنطلبوا من الله ومن السيد وكيل الملك باش يعطي الموافقه هاد الاخت مسكينه وكيل العام باش تدفن هاد السيده صح هادشي اللي عشت معاكم عشت معنا انا راه فوق 24 عام وانا تنعرفها درويشه مسكينه ولدات واحد الوليد دابا امين ما عطاتوش 10 سنين اللي عنده في عمره مسكينه ما عمرني شفت عليها شي حاجه فهمت عم نشي عليه شي حاجه مسكين خيبه السكينه دابا كاع تتبغى يعني انت شوفي يا اختي فاطمه شوفي السكينه مسكينه قاعد بغات تدفن يعني ما كانتش مريم واحد البنيه اللي هي طيبه وما كانتش كدي مردي على راسها بكتافها ما كانش غادي تلقى هذا الحب كله ديال هاد السكينه والنساء والرجال ولا كل شيء تيدوي على مريم لان الهدف ديالنا اليوم اشنو هو هو اننا نلقاو العائله ديال مريم الا كانت سميتها مريم اولا هاد الناس كيوجهوا لي دائما السيد الوكيل العام ان يعطيهم التصريح باش يدفنوا بنتهم هذيك راه بنتهم وحبيبتهم وكاين اللي بغى يعطيها سميتو كاين اجي حبيبه الجزائر كريم اجي كريمه شنو بغيتوا؟ بغينا ندفنوا مريم هذا هو المطلوب اللي تنطلبوا بغينا ندفنوا مريم حنا ما بغينا حتى شي حاجه ما تنطلبوا من حتى شي حاجه مريم عاشت محنا وفي الموت هي عائلتها بصح حنا هما عائلتنا اختنا هذيك ماشي صاحبتنا اختنا
الله يرحمها. كتقول لك الله يرحمها ما هذيك صاحب شي خشي كل شيء. كنت كتعاود لك شي حاجه على عائلتها في الصباح؟ كاين شي؟ لا ما كاينش والو. دوي معايا في كل شيء ما تجبديش شي غير عائلتي. هي مسكينه حنا ما عائلتها ما كل شيء. الله يرحمها. اول مره جات هنا اول خطا جات البلديه مسكينه قلبات جات هنا احتضنتوها بغيتوها في دار واحد الدريه درويش الله يعمر لها الدار بقاش معاها من بعد كرات اي الله يرحمها مسكينه دابا بغينا ندفنوها مسو خمس ايام وهي ناعسه دابا في فريكو اذا كتبغيش مسكينه البرد كنطلبوا من جلاله الملك يعطينا تصريح باش ندفنوا هاد الدريه هادي بغيناها مسكينه قالت لك ما كتبغيش البرد ديما لابسه حويجات ديما لابسه حويجات ومهليه في راسها ونقيه ومهليه في وليدها الله يرحمها مسكينه الله يرحمها اختي فاطمه الزهراء الله يرحمها اختي فاطمه الزهراء شي ولده دابا غيبقى فاطمه الزهراء هي ما شفتوش بقى فيا والحمد لله بعد ملي لقى ايادي بيضاء بعد كاين انا نبغي نشكر هاد الساكنه ديال دابا واحد القضيه والله العظيم ربي شي دار لي مع ثلاثه ديال الليل تتقلب على ولده يعني خفاتيش تشد ولده ودي الدار على السكينه عشان تنعس والله العظيم شحال من خطره ومن بعد خطره السكينه تتسد عليه باش ما يخرجش يوميا مسكينة تبع الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها مسواها الجنة مسواها الجنة الله يثبتها عند السؤال يا رب الله يثبت الله يغفر لنا وليها الله يغفر لنا جميعا وكنطلبوا من السيد وكيل الملك وجلالة الملك الله يرحم لكم الوالدين إلا ما وقفوا معنا ندفنوا هذه البنت مسكينة وندوها بلا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو اللي كنطلب أنا بعدا بغيت الدرية بغيت تتحط في القبر ديالها إكرام الميت دفنوا مهما هي بقينا مسكينة في الأمور باقا وإلا حنا معذبين من جهة أنا يوميا كنجي من داري كنفيق وكنهبط ما قدرتش نبرد في داري وهي أنا مسكينة باقا ما عرفتش عليها تخبر بغينا ندفنوها ونمشيو نزوروها ونمشيو للقبر ديالها حيت حنا هي العائلة ديالها والله شاهد علينا ما عمرنا ما غنخليوها وديما غنترحم عليها كما كنترحم على والديا والله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الصورة مرة أخرى نعاودوا نوريو الصورة نعاودوا عطيني التصويرة إذا مشاهدينا الكرام كيف ما قلت لكم حنا الوليد راه الآن في أيادي أمينة في أيادي عند أيادي بيضاء عند السكينة راه مكلفين به حاليا حنا الهدف ديالنا من هذا اللايف هو أننا نقلبوا على عائلة مريم أول ما كانت بان كاتشي عائلة أننا ندفنوها مريم مسكينة عاشت في صمت عاشت مجهولة وماتت ما بغاوش تموت مجهوله بغاو يقيدوا لها قبرها باش يبقاو على الاقل يمشيو يترحموا عليها والله يرحمها مسكينه والله يوسع عليها ضيقات الخبور بغاو يدفنوها هذا الشيء اللي باغينا الناس نقول لكم على اللقاء في الاخر هذا السادس هي عليها غير بنت مجهوله ما بغينا والو من نهار الخميس بغينا نزيدوا مسكينه بغينا نزيدوا من اللي وقف معانا اجي راهي اجي راهي اجي